وكانت الليلة الماضية قد شهدت مسيرة انطلقت من دوار الكرامة للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين، وشارك البراك في هذه المسيرة قبل أن ينتقل إلى محيط مبنى المباحث الجنائية للمشاركة في تجمع نظم للغاية نفسها. ما دام اني جيت صباح الناصر لا يمكن بس اني امر على هذا الدوار، دوار العز والكرامة. بعد ساعات قليلة من الإفراج عنه، شارك النائب السابق مسلم البراك في مسيرة انطلقت من دوار الكرامة بمنطقة صباح الناصر، وقد أعطى إطلاق سراح البراك زخما جديدا للمسيرات المستمرة منذ أيام، وحمل فوق الأكتاف وسط إطلاق الألعاب النارية والأهازيج والشيلات. البراك وخلال كلمة مقتضبة له عند دوار الكرامة انتقد ما قامت به وزارة الداخلية تجاه المسيرات واعتقال عدد من المشاركين فيها، ومؤكدا استمرار الحراك ضد الفساد وضرورة تشكيل قيادة ميدانية موحدة للحراك. لن نتوقف عن الحراك إلا ما عندما تأتي الحكومة المنتخبة التي يأتي رئيسها من رحم صناديق الاقتراع. سأتبنى ما طرحه الأخوان في التيار التقدمي في بيانهم الأخير بضرورة أن تشكل قيادة للحراك الميداني. وقد قامت القوات الخاصة بمهاجمة مسيرة صباح الناصر التي كانت في طريقها إلى السجن المركزي، وحالت دون تقدمها في هذا الاتجاه، وذلك باستخدام القنابل الصوتية والدخانية. وأمام المباحث الجنائية لم تختلف الحال كثيرا، حيث نظمت وقفة تضامنية مع المعتقلين في المسيرات التي خرجت مؤيدة للبراك منذ أيام وذلك بمشاركته. وبعد فترة وجيزة فض المتظاهرون اعتصامهم استجابة لرجال الأمن ودون تدخل القوات الخاصة، فيما تم الإفراج عن عضوين في التيار التقدمي الكويتي بعد فض الاعتصام. الغضب الشعبي الذي زاده احتجاز البراك اشتعالا يبدو أنه لن يتوقف بعد إطلاق سراحه، فبحسب مراقبين فإنه سوف يتواصل لتحقيق الإصلاحات السياسية الشاملة ومكافحة الفساد.